هي في دور مجتمع كبير جدا للمؤسسات. هيئة قناة السويس يعني شفنا إنشاء مدينة رياضية متكاملة، ساعدت وساندت دورنا الكبير في التطوير الرياضي العام، بالإضافة إلى المساندة المجتمعية للمؤسسات الرياضية. طبعا احنا معانا سيادة الفريق أسامة ربيع، ممكن حضرتك تدينا ملخص عن هذا الدور اللي بتقوم بيه هيئة قناة السويس في التطوير الرياضي العام والمدن والإنشاءات الرياضية؟ شكرا دكتور اشرف، شكرا معالي رئيس الوزراء. طبعا احنا دور رئيس السويس ما تصلش بس على انها هيئه اقتصاديه، لكن هي لها دور مجتمعي كبير جدا نظرا انها طبعا هي في اسماعيليه وفي ثلاث مدن بتمر بقناه السويس، هي السويس واسماعيليه وبورسعيد، ليها دور مجتمعي كبير. نفس الهيئه كمان تتكون من حوالي فوق 15,000 موظف ومهندس ومرشد، وبالتالي احنا شريحه من المجتمع. كان لازم يجينا اهتمام اولا لها في الصحه في المستشفيات، كل مدينه من المدن دي بتأدي خدمه سواء للموظفين الهيئه او للمدينه نفسها. لينا طبعا مدارس موجوده برضه في ثلاث مدن خدمه مجتمعيه، والمكتبه اللي موجوده بتشارك فيها وبتتصل مع مكتبه الاسكندريه اللي احنا بنقدم فيها خدمه مجتمعيه، محطات الميه اللي احنا بنخدم الثلاث مدن برضه اللي احنا بنمدهم بالمياه العذبه. يجي بعد كده بقى الدور الرياضي، طبعا هيئة قناة السويس افتتحت مع السيد الرئيس افتتح السنه اللي فاتت الدوري القريه الرياضيه على 80,000 متر مربع، تحتوي على مجمع السباحه الدولي، تحتوي على صاله مغطاه تسع ل 2300 مشاهد، فيها بطولات دوليه، فيها ملعب كوكب الدولي بتلعب على البطولات الدوليه والعالميه، وملعب تدريب كمان للكوكب الدولي، واخيرا الاستاد، وده اللي افتتحه سياده الرئيس، وده بيسع حوالي 21,000 متفرج دولي عالمي معمول على المواصفات العالميه والاشتراطات الجيبه والاتحاد الكوره. الاستاد نفسه كمان بيحتوي على جيم عالمي كبير بيخدم البطولات كلها والالعاب، يقام عليه دلوقتي حاليا بطوله كان الشباب تحت 20 سنة. أحيانا هو كمان بيخدم كل ذوي الهمم، يعني مجهز إن هو للاستقبال كل ذوي الهمم والصعود والنزول وكل الاستخدامات اللي موجودة فيه، معمول على مستوى رائع في مهبط الطيارات الهليكوبتر.